السلام عليكم. قيس سعيد دقيقة أربعة تقريبا وقت اللي مشى لهواوي ومشى عمل فيهم محاضرة معناتها وشد كتب يحكي على تونس كل شيء. قال لهم ترشيش تبنى رواية اسمعوها انت بصار يحكي على حكاية ترشيش لو سمحوا لكم وتبنى رواية ونقرأ لكم وين موجودة وانتم احكموا وحدكم. وهناك عدد من الكتب الأخرى التي تشير إلى مدينة تونس باسم ترشيش دليلا على أنها من أقدم المدن في البحر المتوسط. إن الجزائر تنتظرني وسفن ترشيش في الأول لتأتي ببنيك من بعيد وفضتهم وذهبهم معهم لاسم الرب إلهك وقدوس إسرائيل لأنه قد مجدك. سفر أشعياء الإصحاح 60-9. توا اسمه قيس سعيد كيفاش ألغى من 17 ديسمبر 2010 حتى 25 جويلية 2021 ألغى تلك الفترة من تاريخ البلد والتضحية والدستور اللي تكتب دماء الشهداء وكل شيء. وتفكر كان المجلس التأسيسي الأولاني وتخربيشة اللي خربشها هو مسميها دستور باش يلجم بها الشعب التونسي. الدساتير تكتبها الشعوب كما في الدستور 2014 لإلجام من يحكم وليست دساتير يكتبها الحكام يلجم بها الشعب. اسمعوا. وجاء دستور التونس الأول بعد الاستقلال في 1 جوان في نفس هذا اليوم من سنة 1959 بعد الاستقلال، وتم تضمين جملة من الحقوق فيه وتم وضعه من قبل المجلس القومي التأسيسي الذي تم انتخابه في مارس من سنة 1956 و تم وضع دستور في تلك الفترة بناء على التوازنات السياسية التي كانت موجودة، هذا دون الحديث عن التجربة أو عن التعديلات الدستورية التي أدخلت عليه وعن الدستور التونسي الحالي المؤرخ في 25 جويلية 2020.